السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. رمضان قرب ان شاء الله، يا رب ينعاد علينا جميعا بالخير يا رب. احلى حاجة زينة رمضان، اكتر حاجة بتميز الشهر الكريم دوت، بالذات الزينة. الزينة تبقى احلى كمان لو احنا عملناها بايدينا كده مع اولادنا وقعدنا نقصقصها ونظبطها. بنجيب الورق الفوم دوت، بيتجاب دلوقتي من اي مكتبة، بنجهزه. وبنكون هنا جبنا فرخ ابيض مثلا ورسمنا الفانوس ده وقصناه كده، بيتقص كده، وبعد ما بنقصه بنحطه كده على الفوم من الظهر، نبتدي نرسمه من الظهر كده. اهي الرسمة باينة، نظبطها بس كده، وبعدين نبتدي نقصها بالمقص على نفس الرسمة دي كده، الفانوس اللي احنا رسمناه. دي شكلها بعد ما خلصتها خالص، بنعمل منها كذا واحدة، يعني ممكن كذا شكل وكذا لون على الفوم، ونقطعه كده بالشكل ده. عايزين نعمل كمان اشكال تانية غير الفوانيس، عايزين نعمل هلال، بنجيب مثلا اي طبق عندنا او اي فنجان ونقوم عاملين كده، بعدين كده، وبنقص الحتة ديت المضللة دي، بنقصها على شكل هلال، تبقى عاملة كده. ادي هلال وهلال وهلال ونجمة، بنرسم الشكل اللي احنا عايزينه على الورق الابيض، وبعدين بنقصها وبنحطه على الفوم ونقص الفوم عليه، بنرسمه على الفوم ونقص الفوم عليه. انا مجهزاهم اهو، اهو ادي هلال وهلال اصغر، كل ده بالفناجيل الموجوده ومتوفره عندنا، بنرسم بيها زي ما اوريكم كده. وادي النجمه ودايره. هنعرف دلوقتي بقى ازاي نزين كل اللي عملناه ده وازاي نوصله ببعضه. الاول لازم يبقى موجود ومتوفر عندنا خيط ستان كده زي ده، برضو بيتجاب بالشريطه دي كده، بكرة كده بتتجاب من اي مكتبة. وكمان لازم يتوفر عندنا مسدس شمع، او لو مش مسدس شمع ممكن اي لزق، يعني بيتجاب في لزق كتير بيلزق الفوم ده، سهل لزقه جدا، مش محتاج كمان مسدس شمع ولا حاجة. كده بنكون حضرنا خلاص وقصينا الفوم بتاعنا على الاشكال اللي احنا عملناها. هنعرف ازاي بقى نلزقها علشان بعد كده نعلقها عندنا. بس قبل ما اعمل حاجة، يعني اللي بيتبقى دوت يا جماعة مش برميه، يعني ده اللي باقي من القصائص بتاعت الفانوس والقصائص بتاعته مش بنرميه. يعني انا دايما بجيب اللي بتخرم الورق دي كده وبفضل اخرم، بفضل اخرمهم كده كتير لحد ما املاها. دي الدوائر الصغيرة دي انا بستفيد منها، هنعرف ازاي دلوقتي. يعني انا الخرامة بتاعت الورق طلعنا منها دوائر صغيرة كده، ممكن نزوق بيها، ممكن نعمل بيها حاجات كتير، هنعرف ازاي. دلوقتي بقى نلزق الهلال، اهي الشريطة اهي، وانا جايبة غيرها
بنحط الغيرة، انا بحط الغيرة على طول الشريطة، غيرة او مسدس شمع يا جماعة، اللي عنده مسدس شمع يعمل بيلزق بيه، واللي عنده غيرة يلزق بيه. هو الفوم سهل جدا في لزقه، مش مقرف خالص يعني. وبنسيبه لحد ما ينشف. بالنسبة بقى للفانوس، لو حابين نلون كده في الفانوس، يعني انا كنت مقصقصة فوانيس تانية بلون احمر اهي، لو حابين نلون بقى في الفانوس شوية ونزوق فيه، احنا الدوائر الصغيرة اللي احنا طلعناها من خرامة الورق ديت بنقوم حاطينها فوق في الفانوس وبنلزقها برضو بالغرق او بالصمغ اللي متوفر عندنا. ده الشكل النهائي بتاعها بعد ما علقتها. يا رب تكونوا استفدتوا. باي باي.